نادي الزمالك شايف قاعدة الممارسة ازاي في نادي الزمالك بالنسبة للفولي على جميع بقى الأعمار؟ أكيد أنت بتتابع وبتشوف. لا والله هو قبل ما يعني من ساعه ما المستشار مروان منصور جه نادي الزمالك كان جاب رؤساء اجهزه في القطاع، اشتروا لعيبه في الناشئين، جبنا ناس كتير من الشمس وجبنا ناس من الصيد، وبدات مراحل السنيه تحت بقت متطوره جدا، يعني بقت قطاع متقدمه، الناشئين قطاع بقى قوي قوي دلوقتي، دلوقتي. بقى قوي دلوقتي، بقى بياخدوا ميداليات في الجمهوريه، وفي فرقه عندنا خارج الجمهوريه 4 مرات، فريد 19 سنه وفريد 17، وبقى بياخدوا الجيزه، فريد البنات، يعني فرق البنات قبل كده ما كانوش بياخدوا الجيزه خالص، دلوقتي بياخدوا بطوله الجيزه اللي هي بطوله بتاعت المنطقه. فلا احنا عندنا ناشئين كويسين جدا، عندنا ناشئين اصلا في منتخبات الناشئين ومنتخبات الشباب سواء كان بنات او ولاد. يعني قاعدة الناشئين دلوقتي شايف ان هي هتبقى مؤثرة جدا في الفريق الاول، يعني معانا ما اتنين يتصعدوا. معانا اتنين منهم في المعانا في الفريق الاول، معانا اتنين منهم او ثلاثه. بتتعاملوا ازاي مع بعض؟ يعني هل خبرة الكبار لما بيتصعد الناشئين هل بيدوهم خبرتهم؟ هل بيساعدوهم زي ما انت في يوم من الايام لقيت برضو اللي ساعدك وخد بايدك؟ انت بتعمل طبعا نفس ده؟ طبعا، هي اجيال بتسلم اجيال طبعا، اي لعيب بيطلع ناشئ من تحت اللعيب الكبير بيقف جنبه طبعا وبيعرفه الصح والغلط. لو اللعيب الصغير مثلا يعني لو اتدلع في تمرين في يوم من الايام، اللعيب الكبير بيشده، مش بقى بيشده حب، اللي هو لا شد حيلك اتمرن انت هتبقى المستقبل بعد كده. فلا احنا الحمد لله احنا اسره في نادي الزمالك برضه، فريق طار عندنا يعني فريق محترم، الناس الكبيره بتساعد الناس الصغيره جدا. لا احنا الحمد لله يعني السنه طيب دي الدوري شايف مستواه ازاي؟ السنه دي الدوري صعب جدا، يعني اصعب دوري في تاريخ مصر هو الدوري السنه دي، لان كل الفرق جايبين 2 محترفين. يعني بتروجيت صرفه السنه دي جابت 2 محترفين، كسبوا الاهلي جابت 2 محترفين، سموحه جابت 2 محترفين، كل الفرق جابت 2 محترفين، احنا عندنا محترف واحد لسه جاي وجاي ببلاش، يعتبر يعني بياخد فلوس قليله جدا. والاداره عندنا يعني اللجنه المؤقته اللي عندنا سجلته قبل الماتش بتاع الاهلي بيوم، فهو ما لحقش حتى يلعب ماتشات قبل كده. اللعيب عشان ياخد على الفرقه لازم يلعب معاهم كذا ماتش، فهو جه على ماتش الاهلي فما عرفناش نستفاد منه في ماتش الاهلي اللي فات. طبعا يعني جه على ماتش تقيل، ماتش لسه تقيل حتى جدا، ما فيش تقسيمه ما بينكم، ان انتوا يعني الكيمياء ما بينكم وما بين بعض جوه الملعب لان ما التمرين مش التمرين هو اللي بيبين، الماتشات هي اللي بتخلي اللعيبه في التجانس قوي في الماتشات مش في التمرين خالص. طبعا. لا انا بقى يعني ممكن في التمرين يفهم طريقه اللعب، يعني يقول مثلا محمد محسن بيتميز في دي، فلان بيتميز في دي، يعرف يلعب معاه ازاي، يعني ان هم يبقوا الاثنين جنب بعض يعرفوا يلعبوا مع بعض طبعا ازاي. طبعا دي بس النقطه اللي انا بتكلم فيها في التمرين، لكن الماتشات طبعا احتكاكات مختلفه تماما. طبعا الماتشات طبعا بتبقى لازم اللعيب يبقى واخد على جو الماتشات، اللعيب ما لعبش خالص، ما هو ما مش عارف جو الدوري المصري عامل ازاي، عمره ما لعب ماتش في الدوري المصري خالص، هو لعب معانا ماتش ودي وما لعبش تاني. فهو لما الكابتن هو الاداره طبعا مع ضغط الجماهير وكل شويه الكابتن محمد اللقاني يطلع الاداره عايزين نسجل المحترف عايزين نسجل المحترف، فطبعا الاداره ما كانتش بتسمع، فسجلوه يعني بعد الضغط الجماهيري اللي حصل سجلوه قبل الماتش، ما فيش خالص قبل الماتش ب6 ساعات او 7 ساعات، ما لحقش هو بقى اتفاجئ خالص. اصلا ان هو يبقى موجود معانا في الماتش.